السلام عليكم، معكم الشيف صلاح البتني. اليوم راح نحضر معكم وصفة جديدة اللي هي وصفة المرضى. خلينا نقول عليها انها وصفة رمضانية او وصفة نقدر نحضروها لضيوف الغفلة كما يكونش عندك عصير وتحبي تقدمي لهم وصفة كما هذه، لانه التحضير تاعها جد سهل وبسيط ومكوناتها ايضا جد بسيطة. وبما انه ايضا رانا في موسم البرتقال، يعني راهو في الاسواق بالاثمان جد جد رخيصة، حبيت اليوم ننتهز الفرصة ونحضر معكم وصفة كما هذه. أيضا في الفيديو تاع نهار اليوم راح تلقاو طريقة نتاع كيفاش نحتفظوا بهذا العصير في المجمد، راح نعطي لكم طريقة تاعو كامل، وأيضا كيفاش نرجعوا إلى عصير أو المناضة. أيضا للناس اللي تقول لي باللي العصير كي نديروا له القشور نتاع البرتقال ولا تاع الليمون راح يجي مر، أنا راح نقول لكم في هذه الوصفة تاع نهار اليوم راح يجي العصير ماهوش مر، وايضا راح ندير فيه القشور. تبعونا وخليكم معنا في طريقه تحضير وما هي المقادير اللي نحتاجها في هذه الوصفه. اول حاجه نحتاجها بطبيعه الحال هي البرتقال والليمون. عندي لهنا كما كنتم تشوفوا ربع حبات نتاع الليمون، وعندي كميه من البرتقال. لهنا انتم احرار، كل واحد كاين اللي راح يدير الكميه اكثر، كاين اللي راح يدير الكميه اقل، ما نقدرش نعطيكم الكميه المحدده نتاع البرتقال والليمون. لهنا كما كنتم تشوفوا انا في كل كيس راح ندير ليمونه، يعني راح ندير اربع اكياس كما كنتم تشوفوا. نحتاج لهنا ليمونه ونحتاج ثلاث حبات نتاع البرتقال. البرتقال تاعي انا صغير في الحجم تاعو، يعني ندير اذا كانوا البرتقال تاعكم كبير ديروا ربع برتقالات، واذا كان البرتقال تاعكم صغير او متوسط في الحجم ديروا اربعه. لهنا انا درت اربعه لانه راهو متوسط في الحجم، اذا كانوا الحبات تاعكم كبار ديروا ثلاثه برتقال وحبه انت ليمون. نبدا واش ندير، نبدا نحيلهم نقسمهم، نحيلهم هذوك الجوانب ونزيد نحيلهم الخيوط هذوك الداخليه. وايضا حاجه اللي ننبه عليها هما البذور، هذوك العلف اللي نلقاهم الداخل سواء في البرتقال او في الليمون، هذوك لانهم بعدا كي نبغى نميكسيهم هذوك ماني راح يعطيونا هذاك الذوق المر. هذه حاجه اولى. الناس اللي تسقسيني على القشور تقول لي باللي فوالا القشور دوك يديروا لي الذوق هذاك المر، انا نقول لكم الذوق هذاك المر كي نطيبوا العصير تاعنا، ولكن اذا ما طيبناهش ما تخافوش، انا المناضه تاعي مانيش راح نطيبها. هذه حاجه الاولى. بنفس الطريقه كما خدمت البرتقال نخدم الليمون، والعكس صحيح ايضا بنفس الطريقه نخدم مع البرتقال. نقسمو الى وحدات، حاولوا تصغروا فيهم شويه باش من بعد ما يغبنوكمش في الميكسور، وتحافظوا ايضا على الميكسور تاعكم. بهذه الطريقه نقسمهم الى كميات صغيره او ديدي بهذه الطريقه. لهنا كما راكم تشوفوا قطعت الكميه الاولى لهنا، وما زالت الكميه تاع البرتقال من بعد نكملها. لهنا واش راح ندير، نجيب الكيس او اكياس هذوك البويض اللي نحتفظوا بهم في المجمد، يعني نديروا فيهم الحوايج للمجمد. انا شريت هذو برك تاع البيض، نتوما لا عندكم هذوك سبيسيال الخشان من الاحسن تستخدموا هذوك. هذه حاجه اولى. حاجه ثانيه تحكموا الكيس تاعكم وتعمروه بهذاك البرتقال والليمون وما تضيفوا له حتى اضافه بهذا الشكل، يعني ما تضيفولوش سكر ولا، تحطوه وحده. ومن بعد نغلقهم نحيلهم هذوك الهواء مليح اللي في الكيس الداخل ونغلقهم ونحتفظ به في المجمد. انا راح نكمل كامل الكميه تاع البرتقال والليمون كيف كيف ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما كملت قطعت هذيك الكميه كامل تاع البرتقال والليمون واحتفظت به عفوا في اكياس بلاستيكيه كما هذه، لهنا راني كملت المهمة تاعي، راح نحطهم في المجمد ونخليهم سواء رمضان ولا كي يجيني كش ضيف حاجة كيما هذه. أنا خدمت من قبل كيس كيما هذا نتاع الليمون، يعني عندي طريقة كيما هذه خدمتها من قبل، راهي في المجمد، ها هي أمامكم دوكا كيما كنتم تشوفوا فيها في الصورة. واش راح ندير، نجبدها من الكيس ونجيب الروبو تاعي أو الميكسور اللي راح نطحن فيه هذاك البرتقال والليمون. نفتح الكيس واللي هنا كاينه حاجه كما نعرفوا احنا البرتقال شويه راهو عاصي هو الليمون، وايضا زيد في المجمد، يعني حاولوا تقسموا لهنا البرتقال ما تخليوش كتله وحده، يعني تقسموه بهذا الشكل باش تحافظوا على الروبو تاعكم. انا مانيش راح ندير الكميه كامل، يعني نقسمها على اثنين. واللي هنا نسيت حاجه، السكر لهنا في البدايه ديروا السكر، يعني هذه الكميه هذا الكيس كامل راح ندير له كاس انت السكر ونخدم غير بشويه،
بهذا الشكل، يعني ما نخليوش الروبو يمشي طريقه واحده، يعني نخدم ونحبس نخدم ونحبس باش نحافظوا عليه. لهنا كما قلت لكم راني نسيت السكر. لهنا نسيت حاجه، الكيس هذا نسيت السكر، هذا ما تفكرتو. عندي كاس، يعني الكيس هذا يدي لي كاس حبه تاع ليمون، ثلاثه برتقال، يديو لي كاس تاع السكر. لهنا بما انه انا قسمته راح نقسم الكاس هذا، نقسمه على اثنين، يكون كاس مملوء، ونخلط او نلحيه عفوا، ومن بعد نرجع لكم. وبنفس الطريقه نخدم مع الكميه الثانيه، نحطها وندير معها السكر ونرحيها. بعد ما نكمل الكميه الاولى حتى نشوفها هكا بوري، راح نزيد الكميه الثانيه بنفس الطريقه. ما تنساوش السكر لهنا كما قلت لكم، ما تنساوش السكر، ونزيد الكميه الثانيه بنفس الطريقه نميكسيها، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. بعد ما ميكسيت هذاك البرتقال والليمون والسكر، نجيب زوج لترات نتاع الماء كما كنتم تشوفوا، هذه اللترة الاولى، ونزيد نضيف لترة ثانيه، هذه الاولى نزيد دوكا الثانيه، ونخلط مليح بالفوي باش يذوب لي هذاك السكر مليح، وايضا البقايا هذوك تاع البرتقال والليمون يعني يطلقوا رواحهم في الماء نتاعنا، ونخليه حوالي 20 دقيقه وهو في مع الماء، ومن بعد ان شاء الله راح نصفيه معاكم. بعد ما مرت حوالي 20 دقيقه على العصير تاعنا وهو يرتاح، دوكا جا الوقت اللي راح نصفيه. انتم من الاحسن صفيوه في قطعه قماش تكون بيضاء اللون، تكون نظيفه معقمه، ومن الاحسن تكون في قطعه قماش. اللي ما عندوش يدير كما درت انايا الصفايه، ولكن الصفايه راح تديكم يعني شحال من مره وانتم تصفيو فيه باش تنحيو هذوك البقايا نتاع البرتقال والليمون. انا لهنا درت له مرتين، يعني للامانه صفيته مرتين لانه باش ما يكونش الفيديو طويل. انتم اللي حبت تصفيه شحال من مره هي حره، ولكن اذا خدمتي بالقطعه القماش البيضاء صفيه مره واحده يكفي. لهنا كما راكم تشوفوا راني زدت صفيته للمره الثانيه، شوفوا القوام تاعو راهو ما شاء الله، اللون تاعو راهو طبيعي، الذوق تاعو طبيعي، يعني بزاف مليح. وايضا راهو صحي ما في حتى حاجه. الناس اللي حبت دير لاسيسي دريك باش تعدل الحموضه في هذه الكميه، حاولوا ديروا ملعقه نتاع قهوه صغيره لا اقل ولا اكثر. ايضا الاذواق، ذوق البرتقال ذوق الليمون، انتم احرار، يعني كل واحد انا نعطي لكم طريقه تاع تحضير المناضه وانتم احرار. دوكا واش راح ندير؟ انا راح نديره في قارورات، ممكن ديروه في اكياس كما تحبوا انتم، انتم احرار، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو كيفاش راح نقدمه لكم. لهنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كما كنتم تشوفوا الكمية اللي دارها لي هذا العصير، دارت لي لهنا كما كنتم تشوفوا هذه راهي فيها لتر ونص، وهذه أيضا لتر ونص، دارت لي حوالي 3 لترات. الذوق تاعو ما شاء الله، أنا خليته طبيعي كما قلت لكم، أنتم أحرار في زيادة السكر، في زيادة الماء، أو في إضافة لاسي سيتريك، أنتم أحرار، أنا حبيته طبيعي أحسن وأحسن. لهنا راح نعطي لكم القوام تاعو، شوفوا بسم الله. شوفوا شوفوا كيفاش هو ما شاء الله. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم وتجربوها، يعني نقدروا نديروها كوصفه رمضانيه او لضيوف الغفله. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي باللي جام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي معكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي انا نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عدد اخر. سلام.